اللون. السلام عليكم، مرحبا بكم على برنامج نادية للطبخ والحلويات. اليوم غنقدم لكم صابلي بفرنبواز ميطاليزي اللي غنحتاجو في المقادير التالية. غنحتاج عجينة ديال صابلي اللي سبق لي وحضرتها معاكم، وللتزيين غنحتاج فرنبواز ميطاليزي واللوز. انا بالنسبة للمرشم اختاريت هذا المرشم على هذا الشكل. غنمشي دابا نسرح العجينة ديالي. بعد ما سرحت العجينة ديالي غنرشد هكذا وهكذا باش نلصق جوج الجوانب. انا غنستمر على نفس العملية حتى نكمل كاع العجينة اللي عندي، ومن بعد ندخلها للفرن. كما كتشاهدوا معايا، من بعد ما صابلي ديالنا طاب غنجيب غندير ناطاج هاد نجيب فرنبواز ميطاليزي انا سبق لي وجدتو من قبل. كيف ما كتشاهدوا معايا الصابلي ديالنا هو هذا. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم بجربوه. الى اللقاء، الى فرصه ثانيه ان شاء الله.